السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأنت مولى ذلك والقادر عليه. منح الرب العلي في فضل العلم الشرعي. اعلم رحمني الله وإياك أن العلم الشرعي من أجل العبادات وأفضل الطاعات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. العلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم الشرعي ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم. العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم أشرف خلف، والعمل به أكمل شرف. ولم لا، والعلم أجل المطالب وأسمى المواهب، وأشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه وقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه، وخيره ينمي على طالبه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح به إذا ما نسب إليه، وكفى بالجهل عارة أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا ما نسب إليه. ولم لا يا عبد الله؟ والله يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة درجات. قال الله جل الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولم لا يا عبد الله؟ والعلم الشرعي من مشى في طريقه مشى في طريق الجنة، ومن سلكه سلك طريقا إلى الجنة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولم لا يا عبد الله؟ والعلم النافع هو لك بعد موتك صدقة جارية وحسنة باقية وأجور ماضية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولم لا يا عبد الله؟ وبالعلم الشرعي تنال الخيرية فتكون من خير الناس، وتقدم عليهم في الدنيا وتقدم عليهم في الآخرة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أراد الله بك خيرا إذا ما فقهك في دينه، أراد الله بك خيرا إذا ما علمك العلم وأشغلك به ويسره لك وسهله عليك. فتعلم العلم يا عبد الله واحرص عليه، فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويرفعك كبيرا، ويصلح زيفك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عوجك وميلك، ويصلح همتك وأملك. تعلم العلم يا عبد الله، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله.